تزاريها مصطفى أشرف، اللاعب اللي هو المصري اللي بيلعب في ألمانيا. طبعا في كلام كتير عن ارتباطه بالنادي الأهلي، ماشي. بص، هو الموقف اللي حصل إن كان في فعلا مفاوضات مع والده خلال الفترة اللي فاتت أو قبل، أثناء المعسكر بتاع النادي الأهلي هناك. حصل تواصل ما بين والد اللاعب وما بين كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالفعل، وكانت المفاوضات يعني بدأت إن هي توصل لمراحل متقدمة شوية، لكن وقفت بسبب اهتمام النادي الأهلي. أول حاجة بصفقة المهاجم طبعا، لأنها كانت أولى وأهم بالنسبة للنادي والجماهير والجهاز الفني وكل حاجة. في اختلاف لسه ما بين اللاعب وما بين النادي الأهلي هو المقابل المادي. النادي الأهلي عارض مقابل مادي أقل من المقابل اللي اللاعب بياخده في ناديه في ألمانيا، فبالتالي لسه في شوية حاجات. هل وقفت خالص؟ الكلام وقف خلال الفترة اللي فاتت، لكن يعني خلال الأيام اللي جاية ممكن يرجع المفاوضات تاني ما بين النادي الأهلي وما بين اللاعب، لأن اللاعب عجب كولر جدا. يعني كولر شافه واتفرج عليه ومعجب باللاعب جدا، ويعني أبدأ أعجبه بيه وطلب إن هم يتم التعاقد معاه يعني.